نبدأ أولا بالخبر الأول لدينا، حيث أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بيانا صحفيا نشر على موقعه يوم الثلاثاء. اليوم الثلاثاء أكد فيه إبعاد الرئيس الحالي للاتحاد محمد القاسمي عن رئاسة الاتحاد بعد أن تم اكتشاف فساد مالي. وأكد البيان أن هناك رشاوي قد تلقاها بعض أعضاء الجهاز التنفيذي من أجل منح جوائز لأندية ولاعبين. وأكد الاتحاد خلال البيان للألماني ألفريدو وهو المؤسس لهذا الاتحاد أن حيث طبعا هو سابقا قد ابتعد عن الرئاسة، أنه قد قرر إعفاء القاسمي بعد أقل من عام على توليه هذه المهمة. سيكون معنا أو يلتحق معنا عبر الهاتف الأمين العام للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الأستاذ جاسم السيد. أستاذ جاسم مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مدينة الكرام، ونحن نهديكم تحياتنا وتحيات سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الدولي لتاريخ والإحصاء، أيضا تحيات جميع أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد. طيب أستاذ جاسم، ما هو ردكم على البيان؟ أنت قلت أنه رئيس التاريخ الدولي، تاريخ رئيس الاتحاد للتاريخ والإحصاء، ولكن اليوم مؤسسه أكد في البيان بأنه تم إعفاء الشيخ محمد أو السيد محمد القاسمي من منصبه، ما هو ردكم على هذا البيان؟ يا أستاذي، أولا شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع. طبعا نحن شفنا هذا البيان الذي نرفضه شكلا ومضمونا. نعم. هذا البيان بيان خاطئ، لم يصدر عن الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاء. نعم. إنما هذا مجرد خبر نشره الرئيس المفصول من وظيفته سابقا بدون علم او بدون مشوره الرئيس او امين العام او اعضاء المكتب التنفيذي. هذا مجرد مخطط من قبل الرئيس السابق للاساءه بسمعه الاتحاد وسمعتنا نحن طبعا، وبشخص الرئيس صفته رئيس شخص عربي، وهذا طبعا نحن نرفضه شكلا ومضمونا. وهذا الكلام غير صحيح اللي ظهر على موقع اللي هو الموقع اللا رسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. هو الموقع الرسمي السابق للاتحاد تغير او ان هناك امور؟ نحن بعد ما استقال هذا وتمت الانتخابات في 11 ديسمبر عام 2012 في مدينة مدريد في إسبانيا. نعم. تم الاتفاق على أساس هو يحول إلينا جميع الأوراق والملفات والعناوين وأرقام التليفونات والفاكسات للأعضاء وأيضا للمكتب التنفيذي بما فيهم الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد. نعم. وشخص تباطى وكان كسول، وطبعا كما تعرفون هو ما يقارب 72 سنة. فتم يعني تأجل من شهر إلى شهر، فهو يتصرف بهذا الموقع كما يشاء. نحن الآن لو تدخلون على الجوجل وتبحثون عن الاتحاد، حاولنا نحن نعمل موقع جديد وموقع محترم وأحسن وأفضل وكرييتيف مثل باقي المواقع الاتحادات القارة وأيضا الاتحاد الدولي. نعم. فلذلك هذا شخص يكتب كما يشاء بدون علمنا نحن، ونحن طبعا نرفض هذا الخبر اللي طلع اليوم على الموقع. بس استاذ جاسم، اريد ان افهم، ما هو موقع السيد الالماني من الاتحاد؟ هو المؤسس، اليس له منصب رسمي؟ هو ليس المؤسس، المؤسس كان شخص الماني امين عام للاتحاد الدولي فيفا في طيب. بدايه الثمانينات في عام 1983، والفريدو التحق ثم وانتخب كرئيس، انما نحن عملنا انتخابات وانتخابات طبعا كانت في اسبانيا وبحضور جميع اعضاء المكتب التنفيذي بحضور كاتب العدل من اسبانيا، وطبعا في محضر وكلها مصدق،
وهذا ليس لديه أي وظيفة أو أي مهنة أو أي عمل في الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء منذ ديسمبر 2011. طيب كم يعني لماذا إذن يمتلك أحقية أن يتصرف ويصرح عبر الموقع الرسمي ولم يعني تقومون أنتم بإصدار بيان تؤكدون أن هذا الموقع لا يخصكم؟ لأنه حتى اليوم أو حتى قبل صدور هذا البيان الجميع يعود إلى كل ما يخص الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عبر هذا الموقع. نعم، نحن سابقا بعد الحدث السنوي الذي أقيم في برشلونة في 7 مايو 2012 نعم قمنا بإصدار بيان رسمي وبعثنا هذا البيان الرسمي إلى جميع المواقع وأيضا إلى الفيفا، ومن خلال هذا الخبر أعلننا رسميا أن الشخص هذا ترك منصبه في ديسمبر ولا يحق له الكتابة في الموقع أو نشر أي أخبار عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. وخذنا كل الخطوات، واليوم بعد ما نحن رأينا هذا الخبر على الموقع حصلنا على جميع التأكيدات، جميع المكتب التنفيذي بعثوا لنا إيميلات وجميعهم طبعا مثلنا نحن زعلانين من هذا الخبر وطالبين أن يعني ناخذ إنذار أو نعمل قضية في المحاكم الدولية ضد الرئيس السابق. يعني وجود الآن القرار اللي اتخذها ليس قانونيا ولا يحق له أصلا اتخاذ مثل هذا القرار وليس هو معني بالموضوع، هذا ما تريد أن تقوله؟ هذا كلام صحيح 100%. نعم. طيب من يحق له الآن أنه يتخذ أي قرار في، عشان نفهم بس الموضوع لاحقا لو صار أي شيء، من يحق له اتخاذ أي قرار؟ هل هناك مثلا جمعية عمومية أو مالك لهذا الموقع أو هو الاتحاد الدولي أو الفيفا هو صاحب القرار؟ من صاحب القرار هنا؟ هو صاحب القرار طبعا احنا عمل الاتحاد هو ارقام واحصائيات وهذا يعلن عن طريق الموقع وايضا عن طريق الرسائل اللي نحن نوجهها للانديه وايضا للاتحادات حتى ناخذ النتائج وندخلها في الموقع. انما الشخص ما عنده نزاهه في العمل، فلذلك طرد من قبل الجميع الأعضاء المكتب التنفيذي. نحن الآن عملنا موقع جديد، هو كان موقع سابقا باللغة الألمانية iffhs.de في ألمانيا، فنحن عن طريق شركة عالمية دولية حصلنا على موقع وعملنا والآن شغالين في الموقع طبعا، إنما نحن في بداية المرحلة يعني، والرجل الآن جالس يكتب كما يشاء. طيب هل هناك إجراء قانوني الآن تتخذونه بخصوص الرد على هذه الاتهامات؟ لأنه الآن كل هذه الاتهامات سرت في كل مكان، حتى في وسائل الإعلام الألمانية تناقلوها اليوم وتحدثوا عنها وكأنها شيء قانوني، ما هو الإجراء المتبع من قبلكم الآن؟ نعم، نحن طبعا اليوم بعد ما شفنا الخبر على الموقع تم الاتصال بجميع أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي وبعثنا لهم إيميلات وحصلنا على طبعا لا نأخذ رأيهم قبل ما نحن نفتح البلاغ في المحاكم الدولية طبعا. نعم. ولذلك موافقون 100%، ما في أي تحفظ بالنسبة لهذا العمل القانوني، والآن نحن أمام خيارين لا ثالث لها، أن نفتح البلاغ وطبعاً نتقدم بالشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، لأن عندما ترك الرجل بعد ما نحن عملنا الانتخابات عملنا طبعاً محضر وتم الموافقة وهو وقع على المحضر على أساس هو ترك هذا المنصب وممنوع من العمل في المستقبل طبعاً كونه كان رئيس سابق، إنما هو كما تعلمون يمكن عاجز يعني ما يعمل وما عنده أي شغل، فلذلك يكتب كما يريد على الموقع، فلكن هذا هو كلام مخطئ، هو يتحمل المسؤولية طبعا، ونحن مع الأعضاء نسعى للتميز ونحاول طبعا تعديل سمعة وعمل الاتحاد اللي تركه هو هذا الألماني في السابق طبعا.
طيب إذا تقول السيد جاسم بأن الموقع الحالي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء هو موقع غير رسمي ولا يخصكم، وأنكم في طور افتتاح موقع جديد، وأن الشخص نعم. الفريدو الألماني هذا هو اللي يقول عن نفسه مؤسس وأنه أصدر البيان، شخص لا نعم. يعمل في الاتحاد، ليس لديه أي منصب رسمي ولا حتى منصب شرفي، صحيح؟ هذا كلام صحيح. نعم. نعم، ليس مستشارا لديكم في الفترة السابقة؟ لا، لا يعمل لدينا، كان في البداية أعطيت له عمل كمستشار، مجرد كنا نحن متعاطفين معه، أعطيت له فرصة شهرين حتى نشوف النتائج، ثم حصلنا على تقارير من بعض الأعضاء أن الشخص هذا غير صالح للعمل في الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وعملنا اجتماع في 7 مايو 2012 بحضور جميع الأعضاء، وأخذنا قرار وعملنا قرار بحذف اسمه من الاتحاد، وأيضا بلغناه طبعا رسميا أن لا يحق له أن يكتب اسمه على الموقع أو على طيب. أي شيء يخص الاتحاد الدولي. طيب سيد جاسم، أخيرا أريد أن تفسر لي وتبرر للسادة المشاهدين موقف هذا الرجل، هل هو تصفية حسابات مثلا؟ لا يا عزيزي، نحن الآن الناس فتحت عيونها على انطلاق جديد بنصر شخص عربي من الخليج يعتلى على هذا المنصب، وطبعا هو يمكن نوعا ما يعني مهبط بهذا الشيء، فلكن ليس يعني هو ترك أشياء ثقيلة علينا، ونحن نحاول بقدر الاستطاعة طيب. أن نسعى ونعمل مجاهدا حتى نحن نصحح سمعة هذا الاتحاد في جميع أنحاء العالم. طيب شكرا لك السيد جاسم السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، شكرا على تجاوبك مع القناة الرياضية السعودية، شكرا لك. هذا الحديث أترك لك تعليق، هو ينفي، فاجأني حديثه، ينفي كل ما حدث ويؤكد أنه هذا لا علاقة له بالاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الحقيقة طبعا الحقيقة اللي نسمعه الآن، كرة القدم العالمية سواء اللي تنتمي للفيفا أو اللي تنتمي للاتحاد الإحصاءات أصبحت في إطار متشابه. الحقيقة أن الآن أصبحنا كمتابعين لهذه الكرة نعاني من المشاكل. خليني أولا أتطرق بجزئية بسيطة للفيفا. الفيفا الآن يعاني من عدم الشفافية، يعني بلغت حد الاتهام وحد الاختلاسات، حتى من ترشح العربي اللي ترشح عمل له كل شيء إلى درجة أنه تم تدميره جزئيا، يعني نقول لك الآن المسألة مرتبطة أنه هناك صراع كراسي أصبح إلى درجة أنه ليس كسر ساق بل قطع عنق أصبح. تربط بين اللي حدث. أنا هو يتكلم السيد جاسم، أنا بديت أربط على مواقف كثيرة. يعني تخيل كرة القدم العالمية اللي كانت تعتبر في عام 1990 من عام 2000 عفوا، يعني من 1990 كانت من أفضل المؤسسات إدارة وعمل وربحية كانت تشار لها الفيفا. انظر إلى الفيفا الآن، انظر من يتحكم فيها، أصبح رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أو رئيس الاتحاد الإنجليزي يخرج ويعطيك من كل التفاصيل الأشياء المعيبة التي تنطلق من هذه الكرة وإدارتها. ننتقل في حديثنا إلى الاتحاد اللي هو الاتحاد الإحصاء، هذا الاتحاد اللي يعتمد من الفيفا. لو دخلت للفيفا نفسه تجد أنه أشياء كثيرة يعتمدها من هذا الاتحاد، هذا الاتحاد اللي يعني في تصنيفاته اعتمدت كثيرا، هذا اللي كرم ريال مدريد كنادي القرن وكرم الهلال وكرم برشلونة، واعتمدت حتى الأندية العالمية اللي لها مقاييس ولها رعاة لا تقبل التشكيك كما ريال مدريد وهذه الأسماء، لا تقبل أنه من يقدم لها الدعم أو الرعاية أو التصنيف الجيد إلا من له شأن معتمد. انظر الآن ماذا يحدث في هذا الاتحاد. يعني تخيل من سوء الطالع أنه يعني مثلا أنه يتكلم عن اتحاد أنه لم يستطع أن يحصل موقعه. أنا أتذكر الانتخابات، يعني كقارئ أنا أتذكر الانتخابات اللي قيمت في إسبانيا انتخابات الاتحاد، وكانت الفرحة اللي يعني حصلت، يعني بعض الشيء حصلت أنه الرجل خليجي عربي أنه حصل على هذا الموقف، لكن ليست هذه قضيتنا وليست عملية الانتماء أو التعاطف مع هذا الرجل. طيب. لكن مما يدل على أنه تأسيس هذا الاتحاد كان ضعيف. أي نعم أنك أنت لو تصفحت الفيفا، فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجد أنه كثير من الأشياء، وكما ذكرت لك أنه أكبر مؤسسات كبرشلونة وريال مدريد اعتمدوا هذا الاتحاد، لكن أن تجد أنه هذا الخلل، أنه شخص
يقتحم موقع الاتحاد وينثر في كل شيء. وانت كان سؤالك جميل يعني انه بالنسبه انه الناحيه القانونيه او الناحيه، وانت سالته عن اجراءاتكم القانونيه، كان يجب ان نتكلم عنها في البدايه انه احنا ناس يعني حصل علينا اشياء، وكما حصل بالفيفا الاجراءات القانونيه هي اللي حصلت. لكن بصفه عامه انا اقول اذا كان الاتحاد لا يملك بمثل هذا يعني موقع الرسمي فهو اتحاد هش. طيب ومن الصعب انك انت غريبه صراحه انه واحد يدخل على الموقع. لكن بصفه عامه انا ربطت استاذ عادل يعني استمحك عذر اني على المقاطعه، لكن انه ربطت انه ماساه كره القدم العالميه. انا قست حتى على اللي قاعد يصير بالفيفا والاوروبا كيف تهاجم هذا الفيفا الان وكيف تفنده وتكشفه بصفه عامه. طيب وما يحصل في اتحاد الاحصال. طيب خليني ارحب بضيف اللي ينضم الينا من الدمام الاستاذ عدنان المعيبد امين عام نادي الاتفاق. استاذ عدنان مساء الخير، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. حياك الله اخوي عادل، يشرفني طبعا وجودي معك ومع الاستاذ الكبير الخمس ساعات. اهلا وسهلا فيك استاذ عدنان، واخذ رايك. احنا طبعا اليوم انت ضيفنا للحديث عن كل شيء ليس فقط عن الاتفاق، وفي عندنا بالتاكيد جزء كامل سوف نخصص الحديث عن الاتفاق. اسالك عن قراءتك للموقف كخبير رياضي، تعتقد ان المساله هي رفض لوجود عربي مثلا كما ربطها ابو احمد ومحاوله تصفيه حسابات، ام ان الموضوع فيه شبهه؟ وايش قراءتك للموقف؟ والله كلام خطير يعني لما يكون في اتهام على مسؤول يعني على راس الاتحاد التاريخ والاحصاء بهذا الشكل، واتهام بتلقي رشاوي، واتصور يعني انه هذه اشكاليه كبيره. يعني احنا انا ما اعرف طبعا التفاصيل كامله باستثناء طبعا الكلام اللي ذكر قبل شوي، لكن كل ما اعرفه انه رئيس الاتحاد الدولي للاحصاء الاخ القاسمي اعتقد انه ما رشح نفسه لرئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم حتى الان، وبالتالي يعني هذا التصرف يعني لربما يعني محسوب يعني من ضمن الـ يعني الـ النتائج الاشكال اللي حصل على السيد بن همام، واتصور انه هذه المشكله الاساسيه في الموضوع. انت تربط بين ما حدث مع بن همام وما حدث مع السيد القاسمي في هذا الموضوع؟ ما في شك. طيب ما في شك ما دام ما في دلائل الى حتى الان ولا في قرائن يعني تدين الرجل، اتصور انه هذه حمله تشويه يعني متعمده، واعتقد انه هذه يعني مشكله في الاتحاد الدولي. اليوم الاتحاد الدولي لكره القدم يعني حسب ما نرى وحسب ما نسمع، انه يعني مكون من مجموعه من الاشخاص لن يسمحوا يعني في المستقبل، لا انيا ولا في المستقبل، من يعني بدخول اي اعضاء من دول اخرى غير القاره الاوروبيه بالذات. يعني اتصور هم من يسيرون هذا الاتحاد، من يسيرون منظومه كره القدم في العالم، وبالتالي طبعا حد يعني المصالح المتبادله بين هذول الاشخاص اعتقد هي من يعني هي اللي سوف تحدد مسار كره القدم في المستقبل. اليوم السيد بلاتر كان رئيس الاتحاد الامين العام للاتحاد الاوروبي، واصبح رئيس الاتحاد الاوروبي كره القدم، واصبح رئيس الاتحاد الدولي. اليوم نشوف بلاتيني هو المرشح الاقوى مثلا لرئاسه لخلافه بلاتر، وحنشوف طبعا في المستقبل انه يعني حنشوف الاشخاص يعني من القاره الاوروبيه بالذات. نعم. يعني هي من تتناوب على رئاسه اهم اتحاد في العالم اليوم.